في ترى حتى الوجود التركي تتذكر، يعني حتى الوجود التركي الذي كان اول شراره انطلقت لتقويض الدوله العثمانيه كانت من مكه المكرمه فيما كان يدعى ايامها بالثوره العربيه الكبرى ضد الاتراك. انا بس اريد ان اعقب على الله يسلمك على سؤال الدكتور سعيد عارف من السعوديه، الحقيقه سؤاله جدا مهم. ماذا لو طلبت الولايات المتحده من المملكه العربيه السعوديه نفس الاصلاحات الاداريه والدستوريه والسياسيه وتغيير رأس الإمام من السعودية؟ شوف يا سيدي، خلينا نتأمل يعني في سؤال زي هذا. الحقيقة الواحد يعني بعض الناس يقول لك يا أخي كيف عدوك يطلب منك الإصلاح؟ هو عارف أنك أنت يوم ما تصلح نفسك وتكون يعني على ذلك مستوى من الإصلاح والقوة والمتانة والكذا والهذا ما يقدر يسيطر عليك. هو بيطالب منك يطلب منك يعني كيف يستقيم الامر؟ يعني كيف يستقيم الامر؟ انه عدوك يطلب منك انك انت تصلح نفسك. هو مصلحته ايه في هذا؟ الحقيقه انا تفسيري لهذا لهذه المطالب واقربها دحين مطالبه هذا هو نوع من الاستعلاء ونوع من التهزيء ونوع من المعايره والتعيير زي ما يقولوا يعني في الايش عندنا في 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 في, في اللهجه المصريه الظريفه فلان بيعايرني. فهي نوع من المعايره، ان يعني عايز اقول لك انك انت شوف مستواك ايه. شوف مستواك ايه. الذي اريد ان اقوله للدكتور سعيد انه ينبغي نحن لا ننتظر الولايات المتحده تطلب مننا طلب زي هذا، ينبغي ان يكون الإصلاح من قبل ومن بعد. الإصلاح أن يكون مطلبا وطنيا محضا وإرادة إجماعية من الحاكم والمحكوم من صاحب القرار ومن الناس، أن يكون في توجه حقيقي نحو الإصلاح، إصلاح إداري وإصلاح مالي وإعادة هيكلة وضبط للإنفاق وضبط للمال العام ووقف للهدر إلى آخر ما يشمل الناس. سؤال أخير قبل أن ننهي، في حال ما إذا الجمعيات التي تكونت في الولايات المتحدة الأمريكية لمقاضاة السعودية والمطالبة بتعويضات، هل أنت كمحامي مستعد لأن تتولى الدفاع عن السعودية في هذا الشأن وما الذي يمكن أن ترد به؟ أبدا. أنا أقول لهم عندنا في القانون في شيء اسمه الموطن القانوني للمدعى عليه. الموطن القانوني هو صندوق بريد 150 قندهار، يخاطبوا هناك الناس اللي تسببوا في هذا الموضوع. احنا غير مسؤولين. صندوق بريد 150 قندهار يخاطبوه هناك. اما احنا غير مسؤولين. ابدا. ما عجبتك الإجابة؟ يعني لا 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 صحيح 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 إنه 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 لسنا مسؤولين كحكومة أبدا أبدا أبدا. يعني أشكرك جزيل الشكر. أشكر الأستاذ أحمد عز الدين الكاتب الصحفي والباحث الاستراتيجي وكان معنا. أنا إذا سمحت لي بنص سطر أقوله إنه الدكتور الأستاذ أحمد أضاف لهذه الحلقة إضافات جميلة ورائعة وجيدة. لديه نصف كلمة الأستاذ أحمد. أنا بس فقط يا أستاذ عمرو كنت أريد أن أشارك الأستاذ طيب عندما تحدثت عن دول ميثاق دمشق أو اتفاق دمشق لما كان أقصد الحالة على وجه التحديد، يعني حالة إعلان دول إعلان. نعم أنا أقصد الآن أن حجم التحديات التي تواجه الأمة العربية لن تستطيع دولة عربية واحدة أن تطلع بمسؤولياتها، سواء كانت هذه التحديات استراتيجية أو عسكرية أو حتى اقتصادية وثقافية وفكرية. مطلوب الآن قدر أعلى من التوحد العربي اقتصاديا وسياسيا واقتصاديا وفكريا، ودون ذلك لن تستطيع دولة عربية واحدة أن تواجه الحملة أن تواجه ما يواجهها من مخاطر. أكيد. ودون أكيد. هذا الفعل أشكرك جزيل الشكر يا بعد الأخرى. أستاذ أحمد عز الدين من القاهرة أشكرك جزيل الشكر. أشكر الأستاذ محمد سعيد طيب الناشط السياسي والمحامي السعودي المعروف على إتاحة الفرصة، وشكرا على الدعوة الكريمة. أهلا وسهلا، خير إن شاء الله دائما. أعزائي نشكركم جميعا، نشكر كل من ساهم معنا بالاتصال، نشكر ونعتذر لكل من لم نتمكن من تلقي مكالماته.
الهاتفية. أعزائي نلتقي وإياكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. لكم كل الشكر وكل التحية من فريق البرنامج والمخرج عبد فرحات، وهذا عمرو ناصف يحييكم من تلفزيون المنار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.